بيشبهوا بعضهم. الولايات المتحدة، النجم السود ما رح يقفل بأمريكا رغم الضبابية المحيطة بأوباما. حدث بيرجع عائلة بوش إلى ساحة الإعلام. الولايات المتحدة ما رح تكون ملاذ آمن للشخصيات. مظاهر غير حضارية وحركات هستيرية بأكثر من شارع بأمريكا. أحد المرشحين للرئاسة بأمريكا على موعد مع مأساة. أحد حلقات ديفيد ليترمان ما رح تكون شبيهة بحلقاته السابقة، وبالمقابل جمهور ديفيد رح يقلق عليه. بيتحرك الأسطول البحري الأمريكاني بطريقة بتحبس أنفاس العالم، وبتتعرض إحدى قطع الأسطول لنكسة حادثة بترتبط بأ